السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حيا الله الشباب، يا مرحبا ويا مسهلا. اليوم عندنا تغطية لوليمة عيد الشكر. طبعا هذا الحدث جدا بسيط وما يحتاج هذا التعقيد اللي مسوينه البعض. بكل بساطة عندك أربع أطباق: الديك المشوي، البطاطس المهروسة، وصتوت البري، وكذلك فطيرة اليقطين. طيب أنت علشان توفر هذه الأطباق في مكونات، لكل طبق مكونات بهذا الشكل، اقرأ أنت هنا إيش اللي مكتوب بحيث أنك توفر هذه المكونات. طيب وين أوفر، أو عفوا وين أجيب هذه المكونات، وين ألقاها يعني؟ ممتاز، هنا شوف معي هنا التحضير للوليمة، اقرأ المعلومات. لما تجمع الطعام راح تتحصل على اليقطين مثلا، الأخشاب، التوت البري، وهكذا. فعلى افتراض أني أنا أبغى أجيب الماء، فأروح المشتريات المركز التجاري بحيث أني لما أشتري حاجة من هنا فيعطيني الماء، فأستهدف الأشياء اللي فيها استبدال بالموارد بهذا الشكل. حلو، طيب خلينا نقفل عليها. صندوق مخطوطة ونجمها بنفسجية، وكذلك ذهب. إيش في بعد عندنا؟ يعني بهذا الشكل، تمام. أروح هنا الرسائل، أجمع الأشياء اللي أنا عندي 10 من الماء، تمام، ممتاز. الآن روح هنا ونشوف إيش اللي راح يصير. لاحظ معي، لو أبغى أعد طبق الديك المشوي أسوي إطهي بهذا الشكل. الآن توفر لدي طبق واحد من الديك المشوي، فأسوي توصيل. لاحظ هنا مع النقاط، ممتاز، أنا الآن ساهمت في رفع هذا المستوى، والحين راح أعلمك إيش الفائدة من رفع المستوى، لكن كذا تكون عضو مساهم. إطهي ثم وصل، لاحظ. طيب سويتها يمكن 16 مرة، فهذه الجوائز جدا ممتاز. 3 ساعات، حلوة. وأقرأ هنا يقول إعادة ضبط الوليمة، يعني يوميا يعاد ضبط هذه الجوائز، فأحرص أنك يعني تتحصل عليها، فهمت؟ نفس الجوائز حقة المهمات اليومية اللي هنا، كل يوم تنعاد بهذا الشكل. حلو، الآن فهمنا كيف نسوي هذا الشيء وكيف نرفع المستوى تكون عضو مساهم. طبعا هذا خاص بالتحالف، نشاط التحالف كامل. طيب لما أرفع المستوى الآن إلى أي مستوى يعني يقل؟ حلو، لاحظ معي هنا دعوة ودية. العلاقة بين هذه ووليمة عيد الشكر أنه في 3 مستويات حاليا. لاحظ هنا وش حاط، حنا في المستوى الثاني اللي هو هذا، فأنا ما أبغى أطلع الوليمة الآن، أنا أقدر لكن ما أبغى. ليه؟ لأني أبغى الجوائز الأفضل، فأحرص أنك ما تفتح هذا الشيء حتى تصل إلى مستوى الوليمة الثالث. طيب حلو، في شيء ثاني مهم جدا اللي هو إيش؟ لاحظ هنا أنا مثلا طلبت بطاطس مهروسة، فأهداني هذا العضو الطبق هذا، فأستلمها الآن ويجي له جائزة. طيب خلونا نشوف، في هنا واحد كلهم يبغون بطاطس مهروسة، حلوة ذي مطاطس، فأسوي كذا أطهي. شوف لاحظ، بحيث أني أنا وفرت الآن الطبق، وأروح هنا وأهديه البطاطس. طيب الشباب هذا يبغى صوص، يبغى التوت البري، أطهي ثم وفر له طبق التوت البري بهذا الشكل، تمام. فأنا لو أبغى أطلب مثلا أسوي هنا الطلب، ومثلا أبغى الديك المشوي، راح يطلع لهم أحتاج إلى الديك المشوي، وهم راح يرسلوا لي. طيب اللي أنت أهديتهم هذا الشيء، الأطباق اللي أنا أرسلتها الآن، راح يعطونك صناديق بهذا الشكل، ممتاز. خلونا نشوف إيش اللي راح يطلع لي. هذا هو الصندوق. طيب ممتاز، 15 يعني تسريع أبحاث مش بطالة، فكن عضو مساهم. حلو، ترى هذا الحدث يعني أعتبره يعني حدث خفيف ولذيذ،
وجميل في روح التعاون وما إلى آخره. وهذا اللي كان عندنا اليوم. أتمنى أن الحدث كان واضح. أنا ما أدري وش تبغوني أشرح أكثر من كذا في هذا الحدث. يعطيكم العافية على المتابعة. إذا عندك أي سؤال أنا أستقبل الأسئلة تحت وبجاوب عليكم واحد واحد إذا كان عند أحد أي إشكالية. نراكم على خير، في أمان الله.